ستظل هذه الصور محفورة في ذاكرة الرأي العام الوطني الذي اهتز لجريمتي اغتصاب وقتل الطفلين لا يتجاوز عمرهما 4 سنوات بترودانت. هي جريمة ضمن أخرى تعيد رسم صورة قاتمة عن واقع الطفولة المغتصبة في الوقت الذي يخلد فيه العالم اليوم العالمي للوقاية من الاعتداءات ضد الأطفال. مش غير يوم عالمي واحد لين تفكروا في أطفالنا، بالعكس على طول السنة وجب أننا نهتم بهم، أننا نسمعوا لهم، نكونوا إحنا أطفال معهم. ولعل ذلك ما سعى إليه منظم هذه الندوة حول مكافحة الاعتداءات على الأطفال، ندوة استحضر خلالها المتدخلون واقع الطفولة وناقشوا سبل الوقاية من جميع أشكال الاعتداءات عليها، بل امتدت جغرافية الاهتمام لتشمل حماية الطفولة الإفريقية عبر وضع إجراءات وقائية. قررنا على أننا نخلق فروع في بعض من الدول الإفريقية وخاصة الدول اللي كتجينا منها الهجرة السرية، وبحكم التجربة ديالنا في جمعية متقش ولدي فعلا جاتنا حالات ديال أطفال مهاجرين سريين. إن الأمر ما يزال ضمن الطابوهات التي لا نستطيع اطراقها، وسنحاول رفعها للكشف عن خطورة الأمر. والخطوة الأولى باتجاه تحقيق ذلك هو توقيع اتفاقية شراكة لخلق شبكة إفريقية لجمعية متقش ولدي تضلع بدور التحسيس والوقاية من جميع أشكال الاعتداءات على الطفولة الإفريقية.